دابا شحال ديال الوقت باش الواحد اللي ما عارفش كيفاش انه يقاد الشبكه، شحال خصو ديال الوقت باش يتعلم ليها يكون محترف بحالك دابا انت؟ تقريبا شي عامين 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 تبارك الله. السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله الخوت تكونوا كاملين بخير. ورمضان مبارك كريم. كنت تواجد في البحر ديال اموكناري، واحد من بين اجمل الشواطئ اللي كاينين في اكادير، والبحر اللي مخفي والبحر اللي ما معروفش هنا في اكادير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على هذه البلاصه، هذه غنتعرفوا على البحر والطيور ديال الطوار ديال اموكناري. قبل ما نديروا جوله في البحر ديال اموكناري غادي نمشيو هو الاول للطوار ديال اموكناري. بالنسبه الى بغيتوا تجيو للبحر ديال اموكناري بالطوموبيلات ديالكم ولا الموطر، راه كاين واحد الباركينغ هنايا فين ستاسيونيو الطوموبيلات ديالكم ولا الموطر. كاين واحد الدره هنا كبيره، هذه راه باركينغ. وحنا قبل ما غادي نهودوا البحر غنطلعوا للدوار. بالنسبه لهذا الطريق، الطريق الوطنيه رقم واحد، الطريق اللي كتربط ما بين اكادير، الاتجاه ديال اكادير، وهنا الاتجاه ديال تيكرد امسوان الصويره. دابا الطوموبيلات اللي جايين الخوت راه غادي لاكادير، وهنا فين كيتواجد الدوار ديال اموكناري. اخر مره فاش درت واحد الفيديو على اموكناري في الصيف، ساعكم الو جيت لهنايا وقلت لكم اودي راه ما عرفت واش كاين هنا شي حانوت ولا الدوار، ما عرفتش. وبزاف ديال التعاليق قال لي اودي راه كاين الدوار في الفوق ديال البحر. داكشي علاش الخوت انا غادي هو اللي نضرب واحد الدويره في الدوار، عاد ديك الساعه نديرو جوله في البحر. ولكن الخوت راه تلاقيت مع المنزله. بالنسبه الى جيتو للبحر ديال اموكناري راه كاينه حانوت هنايا، ها هي البلاكه ديالها، هذه هي الطريق للدوار. الحاجه اللي زوينه كاين هنا بركاصه دايرين لها البلاصه ديالها، ها هي نوريها لكم. غنمشي ليا نعمر واحد القرعه ديال الماء خوات ليا. عواشركم مبروك الخوت، كنتمنى ان شاء الله هذا رمضان يدخل عليكم باش ما تمنيتو بالصحة والعافية وطولة العمر ان شاء الله. عندنا واحد السقاية ولكن ما بقاتش، تلاقيت مع واحد السيد هنا الله يرحم ليه الوالدين حتى دوق راه عمرها عليا. لحقاش الخوت راه كتمشى من تيكر الدر هنا، كاين واحد 3 ديال الكيلومترات ولا 4 فيها العطش. حنا غادي ندير جولة هنايا عاد ديك ان شاء الله نشوفو. الله يرحم والديك، كسر الحرب بيك، الله يرحم والديك، الله يحفظك. تحرك العجاج ني ديال بصح، ديما هاد الوقيته في اكادير كيتحرك العجاج و تيكون واحد ديرونجمون في التصوير. راه واخا داير الميكرو ولكن راه كاين العجاج نيت. انا نبارطاجي معكم نوريكم الفيلاج ديال اموكناري باش تكون عندكم معلومات على هاد الدوار. هو صغير صغير على ديال تيكرد، هنا راه ما كاينينش الديور بزاف مقارنه بتيكرد. كاينه حانوت هنايا، بالنسبه للحانوت راه كاينه هنا بوطا، الا كانت خاصكم شي حاجه راه هو مول الحانوت راه كاين هنا. غدقوا عليه راه يخرج ليكم. كاين هنا الفران، انا كيعجبني بحال هاد الفران. الديور الخطره كاينين فوق البحر، بانت لي واحد الدار تما التريبات. انا علاش باغي نصور هنايا؟ لحقاش بزاف ديال الناس فاش درت الفيديو الاولاني على اموكناري في الصيف، بزاف ديال الناس سولوني على التراجي، سولوني على الترونسبور، سولوني على واش كاين الامن. بالنسبه للخوت هادشي كامل الترونسبور راه كاين، بالنسبه للترونسبور راه بحالو بحال تيكرت طوبيس، طاكسي كبيرة كتشدو ديال اي تامر الثمن ديالها 25 درهم، ولا الطوبيس النمرة 33 كتقولو للشيفور يحطكم في اموكناري كتهودو كتمشيو للبحر. كانت خاصكم شي حاجة راه كاينة حانوت هنايا صافي، تريبات شي حاجة هنايا معرفوش شي دار ولا والله ما عرفت. خطر دونجي
كانتظر هنايا واش ريبوها ولا الا كانت شي بارتي هنايا الله اعلم، ما عنديش معلومات. ما كايناش المرصا بحال تيكرت، تيكرت تما راه كاينين، كاينه المرصا وفوقهم كاينين الديور كما شفتوا معايا في الفيديو ديال تيكرت. هذه الطريق الوطني واحد. بالنسبه للبحر ديال اموكناري شحال من واحد قال لي فين كتواجد بالضبط، هو راه كيتواجد ما بين تيكرت واغرود، غير تفوتوا اغرود بواحد 3 ديال الكيلومترات. انا الخضره غادي نحط لكم لوكاليزاسيون في صندوق الوصف باش انكم ما تلفوش. غادي تكونوا جايين من اكادير غادي تدوزوا على البحر ديال اغرود، دوك المنازل الملونه تقريبا بواحد 3 ديال الكيلومترات كتجيو لهنايا. كيبان لكم هاد الطيور اللي مصبوغين بالابيض فوق هاد الجبل، هذا هو الدوار ديال اموكناري، وهنايا البحر. راه كاين الخوت طريق كتجيبكم لهنايا، هذا هو الباركينغ فين ستاسيونو الطوموبيلات ديالكم ولا المواطر بالنسبه للناس اللي عندهم ترونسبور ديالهم. الا جيتو في الطوبيس ولا الطاكسي غادي تقولي حطكم هنايا، غير هو راه اصحاب الطاكسيات والطوبيسات راه تعرفوا البحر، قولي راه اموكناري غادي يحطكم هنايا وكتهودوا البحر. انا راه غادي نوريكم الطريق البحر ديال اموكناري. هاد الصخره الكبيره اللي كاينه هنايا كتعطي واحد الديكور زوين للبحر. بالنسبه للبحر ديال اموكناري هو هذا، دوك الديور اللي ليه كاين البحر ديال تيكرت، وهنا الا مشيت مع هنا النيشان غادي نخرج في البحر ديال اغرود. بحر الخضره بحر اللي زوين، واخا هاد البلاصه راه فيها الحجر هنايا وليلا. حنايا غادي ننزلو لهنا، ولكن هو الاولى نوريكم فين كاينه النزله هنا. والله ما كرهت يديروا واحد، يديروا الطريجات، يديروا الطريجات باش ننزلوا مرتاحين. امتاز مع المواج، كان شي دابا واحد الموجه اي جات وصل هنا كنهار. انا راه غادي نمشي للقند ديال البحر، واحد البلاصه فيهم الديور ديال الصياده، وديك الساعه نرجع عاد ديك الساعه نطلع نطلع في حالاتي. باغي نمشي ليكم مور هاد الشروفه اللي هنايا، الساعه راه ما كاينش كيفاش دابا راه كيطلع البحر والمواج والبحر اليوم راه عايج المنزله، داكشي علاش غادي نبقاو غادي نصور لكم راه هاد البلاصه هاد. راه مور هاد الشروفه الخضراء كاينين تما البيوت ديال الصياده، انا بحال هادو اللي كاينين هنايا. بالنسبه للبحر ديال اموكناري، بحر اللي تيكون خاوي في الصيف، البحر اللي تيكون خاوي في الصيف، بحر اللي زوين والبحر اللي تيكون عائلي. حاليا الخوت البحر خاوي، ما فيه حتى شي واحد فيه غير انا بوحدي اللي كاين هنايا كنستمتع بالبحر ديال اموكناري. المواج الحاجه اللي ما عجبتنيش هنايا، انا الحاجه اللي ما عجبتنيش هنايا هو الزبل حاشاكم، حيت دابا هنايا كاين اللي كيجي كيخيم كيحط لا طونط ديالو هنايا، راه ماشي كلشي، البعض منهم كيخلي الزبل ديالو هنايا وكيديماري. كاينه واحد الكروت هنايا، شتو الكروت؟ كروت مسدوده وبالجره ديالها، هادي هي بلاصه في اي بي. هاد الصخره اللي كاينه في الوسط هنايا كيجيو دوك صحاب الصياده كيطلعوا فوقها وكيصيدوا. انا راس انا الخطره ما عمرني صيدت، باغي نجرب هاد الهوايه ديال الصيد هنايا. الخوت في الصفر تيكونوا هنايا الرولاكسات، غنوريهم لكم كاين الرولاكسات بالباراسولات ديالهم كيتكراو هنايا. وحتى هاد البيوتا فاش كنت انا في الصيف ديجا سولت على الثمن اللي كيرئ ديالي، تيقول لي هذيك 70 درهم 50 درهم 60 درهم، ولكن ما فيهمش الطوالي او ما شتو الرولاكسات. هاد البيوتا هادو الله ودي بقى الجو بحال هكا ما يكونش داك العجاج، راه العجاج راه كيتحرك حتى واحد 10 دقائق وكيمشي عاود ثاني. هو تحرك راه غير قلت العجاج هو يتحرك عاود ثاني.
ومع الديكور هنا جبنانة. الى بغيت تطلعوا لهاد البيت هادي غنوريكم الطروج داكشي ديال الله، والله العظيم الطروج ديال الله الخوت ديال الطبيعه. وهالي كاين هادو مقادي الطريجات الطريجات. لا طيراس البحر فاش تكون خاوي كتكون فيه رب وحدك. يا سلام زوين. هذه هي المره الثالثه اللي كنجي لها البحر ديال ايمو كناري. المره الاولى كانت ديك الساعه 2021 2021 ولا 2020. المره الثانيه اللي كانت في الصيف ديال 2023. هذه هي المره الاولى كنجي فيها في 2024. لحقاش الخوت بحر بحر اللي تكون هو بحر سوفاج بالنسبه للمتر ناجور هنايا في الصيف راه ما تيكونوش، ولكن يقدر من هنا يقدر في هذا الصيف هذا ما تعرف. لحقاش البحر ديال ايمو كناري ولا كيعرفوا عاد الاقبال بزاف ساكنه ديال اكادير، وحتى الناس كيتزهروا من الطريق ما بين اكادير والصويره كيبان لهم هنايا كيعجبهم هنايا كيتاستلوا هنايا كيدوزوا هنايا النهار ديالهم، وفاش كيمشيو كيعاودوا يرجعوا مره اخرى للبحر ديال ايمو كناري. ندير لكم واحد السؤال، الناس اللي جاوا البحر ديال ايمو كناري يقول لي شنو هو التقييم ديالهم على هذا البحر من 1 حتى 10، وشنو هو شنو هما الحوايج اللي خصهم يديروا هذا البحر باش انه يولي بحر يبقي نفس البحر بحال تا غازوت ايموران والبحوره ديال الشمال ديال اكادير. هادشي الخوت قولوا لي في الكومونتيرات باش نعرف الاراء ديالكم على البحور المهجوره هنا في اكادير. كاينين الناس اللي كيعجبهم البحوره بحال هادو يكون فيهم الكار بحال هاد الصخوره اللي تيكونوا في الماء بحال شي جزيره، كيعطيو واحد الاطلاله بحال الديكور ديال جزيره صغيره بحال هاد البيوت اللي تيكون هنايا الشاري ديال الاركان طبيعه. ولكن انا احسن حاجه عجبتني هما الطرود الطريجات الطريجات الطبيعيين الطريجات ديال الله. باغي نطلع فوق هاد الجبل ديال الرمله باش نمشي لديك ديك البيوت اللي كاينه تما، ولكن ما عرفتش شوف انا نمشي نمشي حيت الصالة. بسم الله وي شحال صعيبة. اي قاسحة هنا الا بغيت يطلع خصك الركبة ديال رونالدو نازاريو. اش اودي انا طلعت تكلخت والله الا تكلخت والله. راه كاينه الدوره باش تعرفوا بلي راه عزيز عليا تما، راه عوض ما نجيب الدوره ونجي لهنايا كاين واحد هادي ديال كيوسكا كيوسكا، وهنا كاين واحد البيت بحال هذيك اللي وريت لكم ديك الساعه. كاينه الدوره فف كتجيبني لهنايا انا لا انا خصني هو اللي ندير التحدي باش نطلع. الله سلام